حياكم الله مشاهدينا وكل عام وانتم بخير. وبدا العد التنازلي، امامنا 4 أيام تقريبا على العيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، والذبايح واشياء كثيره، وموضوعنا في حوار المساء اليوم على الذبايح. صحيح ان شاء الله. مساء الخير مشاهدينا في حلقه جديده من مساء الامارات، وساعتنا ونصف على الهواء ما تحلى الا بتواصلكم معنا. مبدئيا خلينا نشوف عناوين فقراتنا لهذه الامسيه نتابع. ممارسات خاطئه في ذبح الاضاحي تضر بالصحه العامه. ساكسليف يحول هاتفك الذكي إلى هاتف فضائي في أحدث شيء. أعلى معايير النظافة والبيئة الصحية تضمن الرفاهية لأسعد شعب. وكورنيش القواسم مزيج ساحر بين السماء والأرض. شو رأيك في كورنيش القواسم؟ إن شاء الله بنشوفها اليوم فقرتنا السياحية مع المشاهدين. إن شاء الله. إن شاء الله. مرة قطعت علي خديجة. عين روح لأيمن. يلا. إذن إلى الأخبار وموجز هذا الأخبار لهذا اليوم مع زميل أيمن مصبح. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله بصحبتنا عبر شاشة قناة الظفر. نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية لهذا اليوم، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكوز أناستيا دياديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة عيد استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة رئيس جمهورية قبرص. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينطلق صباح غد مهرجان سويحان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ويأتي المهرجان مع التسعيرة الأولى لهجن الرئاسة هذا الموسم، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 30 سيارة للفائزين خلال السباقات التي تستمر إلى 2 أكتوبر القادم. تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة الرئيس نور سلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين على الصعيدين. وتسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال استقبال سموه في قصر الرئاسة اليوم دولة كريم ماسيموف رئيس وزراء كازاخستان والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعم وتنمية مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد غادر البلاد ظهر اليوم دولة كريم ماسيموف رئيس وزراء كازاخستان عقب زيارة رسمية للدولة، وكان في مقدمة مودعيه والوفد المرافق له بمطار الرئاسة بأبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري اليوم السيد هيساشي ميتشيغامي قنصل عام اليابان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل إمكانات تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية. هذا وأشاد القنصل الياباني بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في مختلف الميادين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره اليوم سعادة كوون ها هريونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.
أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بصرف مكرمة مالية لجميع المساهمين في جمعية عجمان للصيادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يبدأ تسليمها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وتأتي مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. بإشراف مباشر من الفريق، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أحبطت شرطة دبي تهريب أكبر كمية للحشيش خلال العام الجاري وتزن 5364 كيلوغرام. وقال في هذا الصدد القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة إن شرطة دبي وفرت معلومات استخباراتية حول تحرك سفينة خشبية من دولة آسيوية في المياه الدولية على متنها كمية كبيرة من المخدرات. وأضاف المزينة أنه أبلغ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الإدارة، فبادر سموه من جانبه بتوجيه العمل وفق مسارات محددة، وذلك من خلال التنسيق مع دول صديقة وفاعلة في مجال مكافحة المخدرات. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع العالمي فرع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إعمار العقار. حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة أرينا بمدينة جميرة عدد من أصحاب المعالي والسادة ورؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة واسعة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع الذي يمثل عصب استراتيجيات التنمية وأحد الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديث، لما له من تأثير في إيجاد الأطر والمحددات الضامنة لنجاح جهود التطوير في مختلف المجالات. شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء الخميس صباح الأوبريت باسم صباح الإنسانية الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية على مسرح شاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي. حضر الأوبريت سعادة محمد خلف المزروعي مستشار الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إدارات المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة والدبلوماسيين، بجانب نخبة من فناني دولتي الإمارات والكويت وحشد من المثقفين والشعراء وكذلك الإعلاميين. هذا ويأتي تنظيم الأوبريت في إطار احتفاء فعاليات ثقافية إماراتية بحصول صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على لقب قائد للعمل الإنساني، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة لجهوده في المجال الإنساني والإغاثي والأعمال الخيرية التي قدمها على الصعيدين. في كلمة ألقاها الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان خلال ملتقى نادي الموارد البشرية إحدى مبادرات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والذي عقد الخميس الماضي في إمارة دبي بعنوان الخدمة الوطنية واجب وطني ومسؤولية مهنية، قال إن 30% من موظفي الحكومة من الفئة العمرية من 25 إلى 30 عاما سيلتحقون بالدفعة الثانية للتجنيد في شهر ديسمبر المقبل. وطلبت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية من الاتحاد للموارد البشرية الحكومية تحديد الموظفين المستهدفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية تابعة لها.
هذا وأكد اللواء الركن طيارة الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن كشوف الموظفين المرشحين للالتحاق بالدفعة الثانية ستكون جاهزة منتصف شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه ستكون هناك استمارة لتحديد مهارات المنتسبين للخدمة من شباب الوطن قبل وبعد التدريب. وللاستفسار يمكنكم اتباع التعليمات التالية عبر الموقع الإلكتروني UAENSR.AE. لنتابع. استقبلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية صباح اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي سعادة آن ماري الممثلة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية الفرنسية والوفد المرافق. وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أهمية العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا على كافة الصعد والمستويات في إطار رؤى لقيادتي البلدين بتعزيز آليات التعاون والتشاور ودعم وتبادل المصالح لما يعود بالخير على الجانبين. هذا وقالت معاليها إن دولة الإمارات تطلع للمزيد من العلاقات المشتركة بين الجانبين لا سيما في مجالات التنمية الدولية والاستجابة الإنسانية وإيجاد حلول لمعوقات التنمية الدولية والاستجابة الفاعلة من المؤسسات الإنسانية في كلا البلدين تجاه الأزمات الإنسانية التي تنشأ بسبب اندلاع الكوارث والصراعات في العديد من دول العالم والمجتمعات الفقيرة. شاركت دولة الإمارات في حفل تنصيب فخامة الرئيس الأفغاني المنتخب الدكتور أشرف غني أحمد زاي، ومثل صاحب السمو رئيس الدولة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة. وحضر حفل التنصيب سعادة جمعة الكعبي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كابول. وشارك في حفل التنصيب ممثلون عن دول مجلس التعاون وعدد من الدول. تهيب وزارة الخارجية الإماراتية بجميع مواطني دولة الإمارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1435 هجرية ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعدم التوجه إلى الأراضي المقدسة إلا من خلال حملات الحج الإماراتية المعتمدة لدى الهيئة والحصول على تصاريح الحج للدخول إلى مكة المكرمة، مشيرة إلى أن السلطات السعودية المختصة تؤكد ضرورة حصول جميع الحجاج على تصاريح الحج. ويأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على رعاية وسلامة مواطني دولة الإمارات داخلها وخارجها وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. مهرجان أبوظبي السينمائي فرصة للاحتفاء بالموهوبين في صناعة السينما سواء هنا في دولة الإمارات أو على مستوى المنطقة. فقد كشف منظمو مهرجان أبوظبي السينمائي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي وتنظمه الشركة 2454 أبوظبي عن البرنامج الكامل للدورة الثامنة التي تقام ما بين 23 من أكتوبر والأول من نوفمبر المقبلين في كل من فندق قصر الإمارات وصالات السينما فوكس بمركز المارينا. الزميلة شيماء الشمري كانت هناك ووافتنا بالتقرير التالي لنتابع. خلال مؤتمر صحفي انطلقت أعمال المؤتمر الصحفي لمهرجان أبوظبي السينمائي اليوم في العاصمة أبوظبي وكشف النقاب عن البرنامج الكامل للدورة الثامنة حيث تشمل دورة هذا العام برنامج العروض الجماهيرية الذي يضم 32 فيلما من أحدث الأفلام الروائية والوثائقية وتكون الأفلام المشاركة في هذا القسم مؤهلة للحصول على جائزة اختيار الجمهور وتمثل أحدث الأفلام وأكثرها تميزا من جميع أنحاء العالم وتضم قائمة الأفلام المشاركة ما مجموعه 197 فيلما من 61 دولة.
ويتضمن هذا الإعلان جميع المشاركين في مسابقة الأفلام الروائية ومسابقة أفاق جديدة للأفلام الروائية الطويلة التي حلت في المركزين الأول والثاني، ومسابقة الفيلم الوثائقي، فضلا عن مسابقتي أفلام الإمارات والأفلام القصيرة. الإضافة لهالسنة أنه هو افتتاح المهرجان، الفيلم إماراتي للمخرج علي مصطفى، حد ذاته هذا لأول مرة في تاريخ المهرجان نفتتح بفيلم إماراتي. إضافة إلى ذلك أن هناك أيضا فيلم إماراتي آخر، فيلم وثائقي للمخرجة المتميزة نجوم الغانم، وأيضا هناك تزايد في أفلام الإماراتية القصيرة لهذه الدورة، لله الحمد 53 فيلم في المسابقة الأفلام الإمارات والخليج، وأيضا هناك أفلام عالمية كثيرة ستقدم في مهرجان أبوظبي، وهذه الأفلام حائزة على جوائز في مختلف مهرجانات العالم. طبعا بالنسبة لمعايير اختيار الأفلام، هناك فريق برمجة كبير يشتغلون خلال السنة، وطبعا بوجودي معاهم في من خلال حضور المهرجانات العالمية، نتكلم عالمية معروفة مثل سان دانس، ونتكلم عن مهرجان كان وبرلين وفينس ومهرجان تورونتو وسان سيباستيان، هذه المهرجانات الكبيرة العريقة. طبعا كثير أفلام مهمة تكون إنتاج السنة، سواء بداية عندنا سمسترين نسميها، يعني المنتصف الأول ل 2014 ومنتصف الأخير ل 2014، وإضافة إلى أفلام المدعومة من مهرجان أبو ظبي ألا وهي صندوق سند لدعم الأفلام، الذي نحن صراحة نشوف أنه له دور حقيقي وكبير في دعم الأفلام الإماراتية والعربية وبروز هذه الأعمال والأفلام هذه في مهرجان أبو ظبي السينمائي. يعتبر المهرجان واحدا من الأحداث الثقافية الرئيسة على أجندة إمارة أبو ظبي، ويقدم على مدى 10 أيام برامج متنوعة للسينما العربية والدولية، بالإضافة إلى العروض الافتتاحية للأفلام وعدد من الفعاليات المرافقة. لأخبار قناة الظفرة كانت معكم شيمة الشمري من العاصمة أبو ظبي. وفي الشأن الاقتصادي ومن أسواق المال الإماراتية، حيث أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء ليستكمل رحلة الصعود التي بدأها منذ بداية الجلسة، مستردا مستويات 5100 نقطة مرة أخرى بعد أن فقدها في نهاية تعاملات أمس. أما المؤشر العام لسوق دبي المالي استطاع أن يعادل أوضاعه باللحظات الأخيرة من جلسة الاثنين ليغلق باللون الأخضر، مدعوما بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك والاتصالات، متجاهلا خسائر العقارات. وفي حالة الطقس في دولة الإمارات، نتابع وإياكم درجات الحرارة لهذا اليوم في مدن الدولة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المحلية، قدمناه لكم عبر شاشة قناة الظفرة. إلى أن نلتقي بكم، لكم منا أجمل التحيات في أمان الله. حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامج مساء الإمارات، والآن مع أبرز أقوال الصحف لليوم الاثنين الموافق 29 من سبتمبر لعام 2014. نبدأ جولتنا لليوم بصحيفة الخليج، حيث نطالع فيها حظي مقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي نشره أمس بعنوان داعش التي وحدت العالم باهتمام محلي وعربي وعالمي. وأصبح المقال مادة دسمة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجرى تداوله والتعليق عليه على نطاق واسع. أجمع مسؤولون وسياسيون وكتاب محليون وعرب على أن رئيس سموه يمثلهم ويعبر عما يعصف في فكرهم
من آراء اتجاه هذا التنظيم الإرهابي، مؤكدين أن ما قدمه سموه يتعدى الرأي ويرتقي إلى مستوى المبادرة الشاملة التي تشخص الحالة وتقدم الحلول لاجتثاث كل إرهاب يجتاح العالم، حيث أكد سموه أنه لا يمكن الخلاص من هذه الآفة إلا بالفكر المستنير والحكومة الصالحة والتنمية الشاملة. نطالع في الإمارات اليوم. كشف المدير التنفيذي في هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة رئيس مكتب شؤون الحجاج محمد عبيد المزروعي أن 70 مواطنا علقوا في مطار جدة بسبب عدم حصولهم على تراخيص دخول للحج، كما أن 31 آخرين علقوا أيضا أمس في مطار دبي الدولي بسبب عدم حصولهم على تلك التصاريح. هذا طبعا ما اضطر الجهات المعنية في الدولة إلى منعهم من السفر، مؤكدين أن الحصول على تصريح دخول حجاج أمر ضروري ويتعين على جميع الحملات التقيد به. بس في المقابل أكد مواطنون عالقون أنهم كانوا يعتزمون السفر إلى الديار المقدسة بعدما سجلوا ضمن حملتين كويتيتين لم يتطرق مسؤولهما لتلك التصاريح، محملين الحملتين مسؤولية ما حدث ومطالبين أيضا بإعادة أموالهم. أما في صحيفة رؤيا فقد أكد رئيس لجنة الإعلام الرياضي الإماراتية عبد الله إبراهيم أن لجنته غير معنية بحقوق بث بطولة خليجي 22، وأبلغ إبراهيم الرؤيا أنه مع بيع حقوق النقل التلفزيوني للبطولة، لكنه أبدى رفضا لما سماه المغالاة في أسعار حقوق البث. وكشف إبراهيم عن تواصله مع مدير بطولة خليج 22 أحمد الخميس للتباحث حول حقوق البث والبحث عن حل بناء لتلبية مطالب مديري القنوات الرياضية، ولفت إلى أن الأمر لن يتوقف هنا وسترتفع الأسعار في النسخ المقبلة. وكانت القناة الرياضية مشاهدينا السعودية قد فازت حصريا بحقوق البطولة التي تنظم في الرياض أو في الرياض نوفمبر المقبل، وقدرت مصادر للصحيفة قيمة شراء القناة الرياضية السعودية حقوق النقل ب5 ملايين دولار. طبعا مشاهدينا كانت هذه أخبار الصحافة قدمناها لكم من مساء الإمارات، أما الآن نقلتنا ومع السوشيال ميديا، ولكن قبل ذلك أذكر بمواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مساء اندرسكور الإمارات على تويتر / الظفرة تي في على فيسبوك وآت الظفرة تي في على الإنستغرام، بينما الواتساب فهو من خلال الرقم 0561538644. وافونا بتعليقاتكم وصور حتى أو فيديوهات عشان نعرضها لكم على شاشتنا الظفرة. أول سوشيال ميديا لليوم، ومثل ما يقولون الجنون فنون، واليوم راح نشوف فن من نوع مختلف وهو يخص لعب الورق، أكيد مع إضافة أعمال وأشكال وحركات حلوة لهذه اللعبة. خلنا نشوف هذا الفيديو. Thank you.
شاء الله خديجه تعرفين تسوي حركات صح بالورق؟ لا ما اعرف اسويها بالورق، اعتقد هاي تندرج تحت مهاره خفه اليد. خفه اليد كان عندنا من كم من يوم مع ان لبستك يوم اكلت المقلب. اي صحيح. فخف اعتقد يمكن يقدر يسوي، يمكن هاي يبالها شيء اكثر يعني خفة. مرونه و يجوز بس حلوه الاشكال شيء يوم لفهم على فعلياً. بعض انا ما احب الورقه صراحه ما العب فيها انا احبها ما حاولت ما احاول بها. اذا مشاهدينا بما ان العيد على الابواب كل عام وانتم بالف خير وبدا العد التنازلي، فحوارنا المسائي لليوم هو عن ممارسات خاطئه في ذبح الاضاحي وتضر بالصحه العامه. بعد الفاصل مع الزميل عبد الله. حياكم الله مشاهدينا من جديد وحوار جديد، حوار المساء وعن العيد والذبايح. العيد على الأبواب وكل الأسر تستعد له طبعا بشكل أكيد. هذا العيد يحمل الأضحى عيد الأضحى عفوا نكهة مختلفة وله استعدادات خاصة، حيث تستعد أسواق المواشي والمقاصب لهذا العيد ومواجهة بعض الممارسات السلبية التي تسرق بهجة هذا العيد. عن الأضاحي وتسعيرتها واستعداد مقاصب بلدية الشارقة يصرنا أن يكون معنا الأستاذ إبراهيم الرئيس رئيس قسم السلامة والتفتيش ببلدية الشارقة. قبل طبعا الخوف في هذا الموضوع أستاذ إبراهيم، يعني أول شيء أقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير ومشكورين على معاونتكم اليوم لنا في إعداد التقرير. سلام عليك. لذلك نحن اليوم إن شاء الله بنبدأ أول شيء بالتقرير ثم نعود للحوار. إذا مشاهدينا إلى تقرير أعدنا لكم عن العيد والأضاحي ثم نعود لحوارنا. تشهد أسواق المواشي في الدولة وفرة في أضاحي العيد والتي تدفع بالمستهلكين على الإقبال وشراء الأعداد المطلوبة المخصصة منها للذبح سواء كأضحية أو لإعداد الولائم المتعلقة بعيد الأضحى. تجار ماشية أكدوا توافر كميات مناسبة من الأضاحي بأسعار متفاوتة بناء على النوع والحجم، منها الهندي المطلوب بكثرة في الفترة الحالية لغياب الجزيري، ثم المحلي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في ظل توقعات أن يصل سعر الأضحية من النوع المحلي إلى 3000 درهم والهندي إلى 1500 درهم، مشيرين إلى وصول شحنات جديدة من الماشية إلى السوق باستمرار، الأمر الذي يسهم في المحافظة على استقرار أسعار المواشي ووفرتها لسد الطلب المتزايد عليها خلال موسم العيد. أنواع كثيرة الحمد لله، في 3-4 أنواع عندنا، في موجود الهندي، موجود النجدي، موجود النعيمي، الأسعار مختلفة، يبدأ مثلا من 500 درهم وطالع. كثرة الذبائح الموجودة لأن عرض الطلب يدخل في الموضوع متوفر. نعم بس بعض أنواع مثل النعيمي والنجدي وهذا هذا غالي، يعني 1600 1700 1800 درهم على حسب جذبة. أما بالنسبة للهندي مثلا والباكستاني والأمور هذه كان يبدأ من 500 650 700 800 900، يعني على حسب الوزن والعافية الجذبة الذبيعة على حسب ما أشوف. يعني من خلال الثلاثة أيام الماضية لليوم أشوف عليه إقبال، ما دام موجود إقبال بعد أنا في متناول الجميع. من جهتها بلدية مدينة الشارقة نظمت عدة معارض تثقيفية للتعريف بمخاطر الذبح خارج المقاصب وكيفية اكتشاف الحيوانات المصابة بالأمراض والوقاية منها، وأوضحت أن مسالخ البلدية تتميز بتجهيزات وخدمات حديثة بجانب تطبيقها أفضل المقاييس العالمية، بالإضافة إلى حرصها على توفير لحوم سليمة للمستهلك وضمان بيئة نظيفة من خلال معايير صحية دقيقة ومتطورة لمراقبة اللحوم المذبوحة محليا في كافة مراحل الإنتاج وتقديم خدمات مطابقة لكافة المواصفات والشروط الصحية. أستاذ إبراهيم،
أنتم كبلدية طبعاً يعني تقومون بعمل شاق جداً في هذه المرحلة بالذات، كيف تستعدون داخل وخارج المقاصب والسوق لهذه الأضاحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً البلدية جهزت كل الأمور من خارج السوق ومن داخل السوق ومن خارج المقصب ومن داخل المقصب. البلدية وفرت مواقف خارج السوق ومواقف داخل السوق لكبار السن وللنساء، وخارج السوق للعامة يعني. نعم. ونظمت العملية ونسقت مع دار اقتصادية لتحديد الأسعار أساس ما تصير تجاوزات في الأسعار. بالنسبة للأسعار. بالنسبة للأسعار. نعم. إنزين بالنسبة للأسعار كيف ما يتم في تجاوزات وكيف تتم عملية التسعير؟ خذوا استبيان دار اقتصادية، خذوا استبيان من التجار نوع الذبيحة الهندي أو الصومالي أو المحلي من إلى، تراوح الأسعار ما بين من إلى. نعم. يعني أساس ما تصير تجاوزات على آخر يوم لليوم عرفت، تصير تجاوزات لتكون الأسعار مبالغة. زين الأسعار هذه يعني العملية التسعير نفسها هي تكون نفس الأسعار اللي خلال الأيام العادية ولا ترتفع بشكل قليل على؟ لا ترتفع بشكل قليل، ترتفع لأنه هو يعتبر موسم للتاجر. نعم. فترتفع بشكل قليل. أوكي طيب عفوا، الممارسات الخاطئة اللي يتم رصدها خلال أيام الأضحى طبعا فيما يخص الذبائح تحدثنا عنها بشكل أكبر. طبعا في ناس القصب العشوائي. نعم. وهذا ممنوع في البلديه اللي هو القصب العشوائي. العشوائي لان اليوم تعرف الذبيحه لها شريعه اسلاميه ولها امور صحيه طبعا، فهي مصير الطريق العشوائي في اماكن غير مخصصه للذبح فهي امور صحيه يعني وتكون ضاره للناس طبعا. طب هذه يعني لكن في ممارسات، في ممارسات وترصد مخالفات يعني فيها، في لها غرامات، في لها آلية متابعة، في آلية خاص، في آلية متابعة له وفي فريق متابع للأمور هاي. نعم. هل يأتيكم مثلا إخبارية من أشخاص موجودين أو ساكنين في أماكن معينة؟ طبعا هي عملية الذبح نحن ناخذها عن طريق التفتيش. نعم. عن طريق التفتيش وعن طريق الخط الساخن اللي هو 993. نعم. عن طريق التفتيش وعن طريق الخط الساخن يعني في مشاركه من الجمهور. نعم. في من الجمهور عن طريق البلاغ عن طريق الخط الساخن. طيب قبل لا ندخل في هذا الموضوع او ان مثلا ان في غرامات في كذا، هل هناك عمليه تثقيفيه على شكل معارض او يعني ندوات او مثلا اللي يسمونها مثلا اوراق عرض للعامه داخل المذابح او قبل حضور العيد؟ طبعا البلديه قبل العيد تقريبا قرابة الشهر توعية للجمهور. نعم. مخاطر الذبح العشوائي اللي قاعد يصير. طبعا الناس تعودت على النظام القديم الذبح القصابي للبيت والأمور. طبعا الحمد لله الحين في توعية عن طريق جميع وسائل الإعلام الحديثة. نعم. ففي توعية للجمهور. طب ما الذي يميز المذبح عن الذبح داخل البيت؟ اليوم المقصب في ناس مختصة. نعم. في مكان نظيف مهيئ للذبح. في فحص بعد الذبح لأن في بعض الأمراض ما تطلع إلا وقت الذبح. يعني الآن في هناك يعني أطباء. في أطباء مختصين بالأمور هاي. وعملية الفحص كيف تتم؟ عملية الفحص في قبل الذبح وفي بعد الذبح. في بعض الأمراض مثل ما قلت لك يعني مثل ما فهمنا من إخواننا في إدارة الصحة تطلع بعد الذبح. نعم. تبين معاهم بعد الذبح. طب في حال المخالفات أنت قلت في عقوبات. في عقوبات. في عقوبات. وفي حال مثلا وجد احد المشترين ان هذه الذبيحه اللي ذبحها فيها مشكله، شو اللي يتبع مباشره؟ طبعا بعد التنسيق مع اخواننا في الدار الاقتصاديه اي ذبيحه غير صالحه غير سليمه صحيا تطلع رساله من الصحه اذا من المقصب نفسه ويتم استرجاع المبلغ. يتم استرجاع المبلغ. يتم استرجاع أو يبدل المبلغ. مثلاً بذبيحة أخرى في نفس. على حسب الشخص يبغى يبدل أو يسترجع مبلغه. من حقه لأن عنده تقرير طبي من المقصب. من المقصب نفسه أنه يستبدل أو يرجع المبلغ الخاص فيه. طب كيف الممارسات داخل، هل تسمحون للأشخاص نفسهم أنهم يقومون بعملية الذبح؟ في بعض الناس أنه يقول لك مثلاً إنه هذه أضحية لي خاصة فيه فأنا أريد أن أذبحها بنفسي حتى أخذ الأجر كامل. شو وجهة النظر؟ طبعا احنا ما ننصح بهالامور هاي لان الشخص اللي بيذبح ما عنده خلفيه 100% عن امور صحيه. نعم. انت اليوم ممكن تذبح في البيت لكن هل انت متاكد؟ هل ممكن انه يذبح داخل المقصب نفسه؟ داخل المقصب لا ما يقدر، ممنوع انه يتواجد داخل منطقه الذبح. ممنوع. اي نعم. طب
طب آلية الذبح اللي تتم الآن يعني كيف تعامل هذه الخرفان؟ في مجموعات ولا يدخلون بشكل فردي ولا كيف؟ لا شكل نظام منظم الحين، لأن هي أيام العيد المقصب يفتح مقصبين داخل. نعم. نظام بالنظام بالدور. نعم. توزع أرقام بالخارج، طبعا تفتيش البلدي ينظمون العملية بالخارج مع الشرطة. نعم. بالنظام على مقصبين. صح. داخل المكان. نعم. زين، نحن معانا تليفون، بناخذ تليفون مشاركة أيضا من الخارج. معنا على الهاتف الأستاذ محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، واللي كان معنا أيضا في حلقة سابقة. حياك الله. الله يحييك أخوي عبد الله، ومسي عليك وعلى ضيفك الكريم وجميع المشاهدين. الله يحفظك يا رب. كيف صحتك؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. الله يعيد علينا وعليكم الصحة الجميع. جهزتوا الذبائح ولا بعدكم؟ الذبائح جاهزة طال عمرك. في البيت ولا في المقصب؟ احنا في المسالخ طال عمرك. الله يحفظك يا رب. استاذي الكريم، نبى نعرف عندكم يعني كيف يتم الاشراف على هذه المقاصب والمسالخ اثناء فتره عيد الاضحى المبارك؟ ايضا احنا تكلمنا عن الشارجه، نبى نتكلم شويه عن العاصمه ابو ظبي. نعم، طبعا اكد على الرسائل اللي ذكرها اخونا، لان احنا في النهايه يعني نمثل يعني جزء اساسي من المجتمع. نعم. كوننا مسؤولين عن امانه او صحة يعني الذبائح، لابد ان كذلك نوجه رسالة واضحة للجمهور ان يتجهون دائما للمسالخ. نعم. ومثل ما ذكرت ابو ظبي كذلك يعني استعدت خلال الفترة الشهر يعني بداية الشهر تقريبا الماضي بحملات توعوية مختلفة على مستوى وسائل الاعلام المختلفة. مدى تأثير هاي الحملات؟ ما مدى تأثير هذه الحملات؟ طبعا احنا نلاحظ خلال السنوات الماضيه كل سنه نلاحظ ان توجه الناس للمسالخ افضل واكثر. نعم. اضافه الى ذلك ان نلاحظ ان يعني الناس بدات يعني تنتبه لنقاط يمكن ما كانت تنتبه لها، خاصه في ان المسالخ البيئه مجهزه، هناك طبيب بيطري ممكن يعرف اذا هاي الذبيحه فيها امراض لا قدر الله ولا شيء. كذلك ايضا التخلص من يعني الاشياء الزائده بطريقه صحيه. نعم. مناسبه للبيئه. اضف الى ذلك ايضا طريقه الذبح الشرعيه انسب وافضل، وتاريخ الشخص اللي يعني القصابين خاصه الجوالين ما يكون معروف من ناحيه صحيه وغيره، فلا قدر الله ممكن يسبب مشكله للعائله او الاهل من خلال وجود يعني وجود مرض ولا شيء لا قدر الله عنده. استاذ الكريم، في عندي توضيح لو بس ان نحن نوضحه ايضا للمشاهدين على مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات، المفارقه بين الذبح الاسلامي والذبح اللي هو عن طريق الساعقه او ما اعرف شو يقتلون ولا شو يسوون بعد اشياء اخرى كهربائي. يعني نعم، يعني شو المفارقه؟ ليش الذبح الاسلامي وحسب الشريعه الاسلاميه هو افضل انواع الذبح؟ طبعا هناك يعني نواحي علميه وهناك نواحي شرعيه. النواحي. نعم. العلميه كونه يعني خروج الدم والاشياء هذه تنقيه للجسم من الامراض لا قدر الله ومن الاشياء الجراثيم الموجوده منه بشكل افضل. نعم. وكذلك من ناحيه يعني من ناحيه ايضا شرعيه من ناحيه الشريعه، هذا النمط اللي احنا او المواصفات اللي وضعتها دوله الامارات، خاصه لما احنا نستورد ذبائح من خارج الدولة. الحمد لله. فالمواصفات من ناحية وأيضا من ناحية الناحية الشرعية تناسبنا بطريقة، ولا شك أي شيء ربنا أمر فيه إن شاء الله يكون الحمد لله مناسب. وطبعاً لصحتنا الناس طبعا أكيد تلاحظ أن في استسلام كامل لعملية الذبح من هاي الثروة الحيوانية أثناء عملية الذبح بالطريقة الإسلامية الحمد لله. زين، الان انتم هل يتم رصد اي مخالفات بعد يعني حملات التوعيه على غرار هذه السنين خارج المسلخ، وكيف تتعاملون وياها؟ نعم، احنا طبعا هنا في ابو ظبي نختلف قليلا يعني عن الاخوان في بلديه الشارجه. عندنا اداره الصحه في البلديه هي اللي تقوم بدور التفتيش خارج اطار المؤسسات الغير مرخصه، فهي اللي تتابع القصابين الجوالين المتجولين الموجودين في اماكن مختلفه. احنا نتابع ايضا المقاصد الموجوده، نتاكد انها ما تذبح طبعا، لان ما يمنع ذبح اي ذبيحه خارج طبعًا المسلخ طبعًا. كذلك احنا نفتش على المسالخ الموجوده في اماره ابو ظبي بشكل عام. احنا نراقب البلديه اللي هي مسؤوله عن المقاصب هذه، ونشرف على الشركات اللي هي ماسكه الذبح في هذه الاماكن. نعم. حتى نتاكد ان الجميع ماشي على الاشتراطات الموجودة المطبقة. ربي يحفظكم إن شاء الله يا رب. كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير ويعطيكم الصحة والعافية على برامجكم المفيدة. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله.
شكرا للاستاذ محمد جلال الرئيسي مدير اداره الاتصال وخدمه المجتمع في جهاز ابو ظبي للرقابه الغذائيه. ونعود للاستاذ ابراهيم الرئيس. مثل ما شفت طبعا عمليات التوعيه يعني على قدم وساق في كافه انحاء الدوله، وايضا هناك مراقبه شديده، ولكن هناك بعض المخالفات، ولكن الحمد لله قليله وليست مثل السابقه. اذا نحن حبينا نتكلم ايضا عن الجهات اللي ما نقدر نحن نستغني عنها، في كثير من الجهات اللي نسقتوا معاها البلديه خلال فتره العيد، نبي نعطيها حقها بعد ونذكر هذه الجهات وشو اللي قدموه لي لهذه الفتره بالذات. طبعا انا احب اشكر القياده العامه لشرطه الشارجه على تعاونهم وتواجدهم الدائم معنا، والدار الاقتصاديه بالشارجه، واداره الجنسيه والاقامه، وزاره العمل، وكل واحد له دور. ما شاء الله الجميع يتكاتف لمصلحه المستهلك. انا تعرف عندك انت عندك ناس مخالفين، هي اللي نحن نعتبر مثل البائع المتجولين، هي الذباحين. ما تعرف انت هذا اليوم عنده اقامه ما عنده، مخالف للقانون، والامور هاي كلها ففي متابعه حثيثه. في متابعه نعم من كل جهات، من العمل، من الجنسيه والاقامه، من البلديه، من الشرطه، متواجدين المنطقه كلها مثل ما يقولون. طيب اذا الان احنا بغينا نقول كلمه او ارشاد او توعيه من خلالك للمشاهدين الان قبل ما يبدا مي العيد ان شاء الله. طبعا انا اتمنى من الجميع الصحه والعافيه للجميع. امين. واتمنى منهم يتجهون للمغاصب اللي هي مصرحه وصحيه اكثر. لسلامه الجميع. وانتم ما قصرتوا. الله يحفظك يا رب. نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله قصرتوا على تواصلكم الدائم وتوضيح الصوره الاكثر للجمهور. تسلم، الله يحفظك يا رب. نحن هذا دورنا وهذا اقل ما نقدر نحن نقدمه ان شاء الله. يعطيكم العافيه. نشكر اذا الاستاذ ابراهيم الرئيس، رئيس قسم السلامه والتفتيش ببلديه الشارقه. مشاهدينا كل عام وانتم بخير، انا بتم اقولها لين ما العيد ان شاء الله، ونلتقي معكم في العيد في حلقه مختلفه باذن الله. انتظرونا بعد الفاصل، لدينا المزيد في مساء الامارات. حياكم الله من جديد مشاهدينا، استكمالا لفقرات مساء الإمارات إلى أجندة الفعاليات. ليوم غد الثلاثاء الموافقة 30 من سبتمبر 2014 تقيم هيئة تنظيم الاتصالات بمقر الهيئة بدبي فعاليات المؤتمر الصحفي بحضور سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، والمهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية في الهيئة ومرشح دولة الإمارات والمجموعة العربية لعضوية مجلس لوائح الراديو. سيتم خلال اللقاء استعراض لكافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالأهمية الاستراتيجية لترشح الدولة في الانتخابات المقامة بكوريا الجنوبية في أكتوبر، والخاصة بكل من عضوية مجلس منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات وعضوية مجلس لوائح الراديو في تمام الساعة 11 صباحا. ننتقل الآن إلى الفعاليات، وأكثر من 1600 مشارك في ورشات فرز الموسم الثاني من بطولة دبي العالمية للضيافة، والتي تستقطب مبدعين استثنائيين. مزيد في التفاصيل في سياق التقرير التالي. بات التحدي السنوي الأبرز أمام كافة الجمعيات النسائية والخيرية في الدولة هو تجمع أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين المبدعين في مجال الضيافة لاستعراض مهاراتهم ومنتجاتهم المتنوعة والمختلفة بهدف الظهور بأفضل صورة في ورشات فرز المشاركين التي نظمتها بطولة دبي العالمية للضيافة في الفترة بين 21 و28 من سبتمبر، الخاصة بالمسابقة الإماراتية والمسابقة الخليجية والمعرض الخليجي، حيث تحدد اللجنة العليا للبطولة من خلال هذه الورش المشاركين المتأهلين بما ينسجم مع معاييرها والرقي الذي تطمح للمحافظة عليه. وقد اختتمت جولتها التي شملت الإمارات السبع أمس في ظل أجواء تنافسية لا نظير لها، استعداداً لانطلاق البطولة في 30 من أكتوبر المقبل
بمركز دبي التجاري العالمي بحصيلة مشاركين تجاوز عددهم 1600 مشارك. كما سيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين في المسابقات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاص في البطولة. شهدت ورشات الفرز تميزاً لافتاً من حيث مكان وأسلوب العرض، حيث حرصت الجمعيات النسائية وهي جمعية الفجيرة الخيرية وجمعية الاتحاد النسائي في الشارقة والاتحاد النسائي العام في أبوظبي ومقر الشؤون الاجتماعية في أم القوين وجمعية النهضة النسائية ومفوضية المرشدات في رأس الخيمة وجمعية النهضة النسائية بدبي وجمعية أم المؤمنين في عجمان على اختيار أكثر القاعات فخامة ورحابة ليتسنى للمشاركين توزيع منتجاتهم بأريحية فضلاً عن التفنن في تزيينها. انطلقت الورشة الأولى في إمارة الفجيرة في فندق نوفوتيل بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية، وذلك بحضور أحمد بن حارب رئيس بطولة دبي العالمية للضيافة وأحمد شريف نائب رئيس البطولة وكبار المسؤولين في اللجنة العليا للبطولة، إلى جانب ممثلين عن جمعية الفجيرة الخيرية يتقدمهم علي مبارك بن عباد العبدولي المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية. واستقطبت ورشة أبوظبي إقبالاً لافتاً على كافة فئات المسابقة وبالأخص من قبل الشابات اللواتي يتطلعن إلى المنافسة ضمن فئة الإبداعات. ومن جهتها توجهت مريم الشحي رئيس مفوضية المرشدات برأس الخيمة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه لبطولة دبي العالمية للضيافة وحرصه على أن تنافس دولة الإمارات على المستوى العالمي. مشاهدينا كانت هذه الفعاليات، اما الان نحن جتنا اخبار جديده من قبل الاخبار. عبد الله بس اذا ممكن نحن بنعلق على الفعاليه اللي شفناها الحين، مع طبعا يسرنا يكون معنا على الهاتف سعاده احمد بن حارب رئيس بطوله دبي العالميه للضيافه ورئيس ضيافه قصر زعبيل. مساء الخير. مساء النور. مرحبا اختي، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ العزيز. طبعا اذا تخبرنا عن اهميه سلسله خلينا نسميها الورش التي اقيمت بشكل عام، وإلى أي مدى إذا نبغى نقول أنها ساهمت في رفع روح المنافسة بين المشاركين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. راح أشكركم على هاللقاء الطيب وعلى هالفرصة الطيبة أن نحن نشرح لو مفصل عن ورش العمل في دولة الإمارات. إن كل إمارة عطيناها تاريخ معين ويوم معين وزرناهم، وكل إمارة استدعت كل المشاركين في كل الفئات. نعم. وعرضوا كل إبداعاتهم المنزلية، إبداعاتهم الغذائية، الطبخ التقليدي، الأكل من الهواة المحترفين. فجينا نحن كلجنة، اللجنة العليا مع المحكمات الإماراتيات. نعم. فرزنا طلعنا الأفضل لكل إمارة. فلفينا من إمارة الفجيرة لين إمارة لين العاصمة أبوظبي الحمد لله، وخلصنا كل الإمارات في 7 أيام. والنتيجة والحصيلة أن العام كان عندنا 1880 مشاركة، السنة عندنا 1576 مشاركة. ما شاء الله. فهذه بالنسبة للمشاركات والورش، ورش العمل. يعني نقدر نقول أن هذه البطولة يعني فعلا ساهمت في تحفيز مواطني الدولة للعمل في قطاع الضيافة؟ كثير أخوي، لأن صراحة كل أغلب الفنادق الدولة اليوم تقريبا تواصلنا ويا 70 فندق في الدولة. يعني شيء فنادق مثلا الهيلتون موجود في دبي، موجود في أبوظبي، في العين، فهذيلا تواصلوا يعني قالوا لنا عقب البطولة إذا ممكن ناخذ الأمهات أو الخوات أو البنات اللي شاركوا في البطولة يجون الفنادق يشتغلون لو جزئية من الوقت، يعطونا
أصناف من الأكل المحلي يكون عندنا في قائمة الطعام في كل مطعم في كل فندق تقريبا. فهي من الأشياء. طلبوا منتجاتنا المحلية مثل الإبزار والقهوة تكون متواجدة، الدهن الخنين يكون متواجد في الفندق. بغير هذا أن الجمعيات التعاونية طلبوا أن يكون المنتج مال العوائل اللي شاركوا في البطولة أن يكون هذا المنتج موجود على رفوف أسواق وعلى الجمعيات، والحمد لله مع صندوق خليفة مع مؤسسة الشيخ محمد لدعم الشباب أن قدرنا نسوي ورش أن كيف نقدر نطلع المنتج من البيوت ونحطه على شلفات الأسواق والجمعيات. ما شاء الله عليكم، واكيد الامارات بشكل عام بلد الكرم والضيافه. ما عيدنا عليه، ما قلنا لك انتم كل عام هو بألف خير. وانتم طيبين وما قصرتوا ومشكورين على هاي التغطيه الطيبه. شكرا لتواجدكم ويانا في الورش هذا، روحه يعني الصراحه نعتبره بطوله، يعني لان نحن اليوم هدفنا واحد وكل لرفع مستوى المنتج الاماراتي ونحافظ على العادات والتقاليد. الله يحفظك يا رب. خير، شكرا لك. نحن نشكر طبعا سعاده احمد بن حارب رئيس بطولة دبي العالمية للضيافة ورئيس ضيافة قصر زعبيل. طبعا الحين شو عندنا خديجة؟ في أحدث شيء عندنا اليوم. أنا اللي رحت حوار المساء ضيعت شوية، شو اللي باقي؟ أشوفك. بالفعل مشاهدينا أصبح العالم قرية صغيرة، ولعل ثورة الاتصالات هي اللي قربت المسافات. اليوم في فقرة أحدث شيء بنسلط الضوء على تطور الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك من خلال جهاز مسمى بسات سليف. هذا الجهاز يحول هاتفك المحمول العادي إلى هاتف له ميزات الاتصال ولكن عبر الأقمار الصناعية، حيث طورت شركة الثريا هذا الجهاز لأجهزة الأبل والأندرويد. للمزيد من التفاصيل صرنا يكون معنا أكيد المهندس أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة الثريا للاتصالات، ولكن قبلها بنشوف هذا التقرير بما يخص هذه الأحدث شيء ولنعود. كان الابتكار هو الدافع الأساسي لطرح جهاز سات سليف لهواتف آيفون العام الماضي، وجاء هذا الجهاز المبتكر وغير المسبوق في القطاع ليتصدر مفهوم أحضر الجهاز الخاص بك أو Bring Your Own Device BYOD في عالم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. يحول جهاز سات سليف بالطريقة الأبسط هاتفك المحمول لهاتف ذكي فضائي. وقد طورت الثريا قاعدة سات سليف بنوعين، إحداهما لهواتف آيفون والآخر للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث توفر جميع إمكانيات الاتصالات الصوتية والبيانية المتنقلة. وقد شهد هذا الجهاز ردود فعل إيجابية، حيث مثل إشارة إلى الإمكانيات المحتملة والهامة للتقارب بين تكنولوجيا الاتصالات الأرضية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. عدنا لكم بالتقرير مشاهدينا، ومرة أخرى أرحب بالمهندس أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة الثريا للاتصالات. حياك الله أستاذ. حياك الله خديجة. الله يحييك. حياك الله وكل عام وأنت بخير. أنا قلت ترى من أول حلقة ليل العيد أعيد على الجميع. حياك الله. الله يسعدك مقدما. الله يحفظك يا رب إن شاء الله يا رب. يعني مميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية مميزات خاصة ويعني وتكنولوجيا كبيرة جدا، لو تحدثنا شوي عنها. في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وحقيقة نعطي نبذة بس عن الثريا. شركة الثريا حقيقة احنا نفتخر أنها شركة قامت في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة يمكن الأولى للأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في أبو ظبي في 97. تمتلك الثريا قمرين صناعيين على المدار الثابت على ال 44 درجة 44 ودرجة ال 98.5 شرقا. توجد لدينا محطات أرضية في المنفذ الرئيسي في الشارقة. طورنا حقيقة على مدى 17 سنة الماضية كثير من الحلول ما شاء الله والأجهزة. التغطية تشمل 4 قارات بدءا من أستراليا، آسيا، أفريقيا وأوروبا. حقيقة الثريا متميزة.
الحمد لله. نحن اخذنا ايضا كان معنا لقاء من اسبوع ايضا في حوار المساء عن الثريا. نعم. وايضا كان في هناك الكثير كان في الدلو كثير من نعم. وبالاضافه ايضا كان لعمليه التوطين وتدعم التوطين قاموا فيه من عمليات تدريبيه. نعم. وهذا شيء ايضا رائع في منظومتكم ما شاء الله عليكم. نعم. بالنسبه للمزايا طبعا بالشبكات الاقمار الصناعيه، المهم في الاقمار الصناعيه انها تغطي التغطيه واسعه حقيقه. نعم. الثريا بقمرين صناعيين تغطي ثلثي العالم. نعم. هذه نقطة مهمة للأقمار الصناعية. نعم طبعا. النقطة الثانية أن الأقمار الصناعية لا تتأثر بالكوارث، سواء هذه كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان كالحروب وغيرها. حقيقة كخدمة موجودة في مناطق عدة، سواء كانت هذه مناطق غير مأهولة. نعم. أو هذه المناطق داخل المدن في حال احتاج لها المشترك. رائع. كذلك الخدمات أجهزة بسيطة سهل للاستخدام، تبي ديبلويد، توفر المكالمات، البيانات. نعم. الرسائل الصوتية حقيقة يعني لها ميزات عديدة. زين مهندس أحمد، عشان توصل الصورة أكثر لنا والمشاهدين، إذا تخبرنا عنهم وتقولنا المسمى سات سليف. نعم. شو سليف؟ بالنسبة للثرية طبعا. هذا الجهاز الأخير اللي طورت الثرية هو جهاز سات سليف. هو حقيقة في عدة أجهزة من هذا، عدة أنواع من هذا الجهاز. نعم. هذا هو الجهاز الرئيسي حقيقة. نعم. هو جهاز أقمار صناعية. نعم. يمكن المشترك أن يستخدم جهازه الذكي سواء سامسونج أو الآيفون. على الأقمار الصناعية حتى يتواصل بالمحيط أي مكان في العالم، في أي مكان تحت التغطية، واللي هو 30 العالم. لازم تحت تغطية معينة. النقطة المهمة في الثرية واللي ما تواجد في كثير من الشركة، ويمكن الشركة الوحيدة الموجود فيها هذه الخدمة، وهي خدمة التجوال مع الشبكات الأخرى بالنسبة للأقمار الصناعية. ثرية تمتلك يعني شراكة مع 375 شبكة ما شاء الله بالنسبة للتجوال في 175 دولة. ففي تغطية كبيرة ما شاء الله. نعم. يعني في الموضوع. هذا الجهاز له جزئين، الجزء الأول طبعا مع السامسونج، طبعا احنا طورنا هذا الجزء الأندرويد. هذا الجزء من التليفون ممكن أنه تطوره لأكثر من تليفون، موجود عندنا نوعين اللي هو سامسونج 4 و 5. نعم. وعندنا الجزء للآيفون 4 و 5. طبعا في أبليكيشن خاص في التليفون، هذا الأبليكيشن يمكن المشترك ان يستخدم التليفون والتطبيقات الموجوده في التليفون على الاقمار الصناعيه. على الاقمار الصناعيه. يعني الشخص لازم يشتري الجهاز مهندس احمد؟ يشتري هذا الجهاز. نعم. اي اشتراك اخر ما في؟ يكون معه بطاقه الثريه. نعم. وهذا يكون الجهاز، ويكون عنده يستخدم الجهاز الذكي في مكان تحت التليفون. نعم. طب هذه يعني الاجهزه الذكيه الى اي مدى تساهم في مفهوم المدن الذكيه؟ حقيقة سواء الجهاز الثري اللي هو سات سليب، أو في جهاز جديد إحنا نطوره الآن اللي هو جهاز الام تو ام، هذا اللي هو المشين تو مشين، هذا حقيقة قد يثري مسألة المدن الذكية، ويستخدم للتتبع، يستخدم للاتصال بين عدة أجهزة. حقيقة إحنا في تطوير هذا الجهاز، ويطرح إن شاء الله للسوق قريب، وهذا الجهاز قد يطور حقيقة الكثير في الأشياء. بيغير كثير في عالم التكنولوجيا إن شاء الله. هاي الأجهزة متوفرة في أين؟ الأجهزة تباع في دولة الإمارات، وفي إحنا الآن ما نبيع مباشرة، عندنا مزودي خدمة موجودين في. نعم. في العالم كامل تحت التغطية وخارج التغطية، يقومون ببيع الأجهزة مع الخطوط تبع الثرية. هو اسمه سات سليف. سات سليف هو عبارة عن ساتلايت. نعم. سليف يعني لأنه هو زي يعني الملحق مع الجهاز. ملحق من الجهاز. نعم. 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 على طول لاحق لنا يعني. عبده. شفتي ثريا اي بي 4 ما عرفنا. نعم. شو هذا الجهاز حقيقة بالنسبة للديتا، هذا جهاز طورناه حقيقة لعدة قطاعات، سواء قطاع البحري له أنتنة معه هوائي خاص. نعم. أو للميديا، الآن ما تحتاج إلى سيارة كبيرة في المناطق اللي تحتاج ترسل منها بعض الصور، يستخدم حقيقة في عدة مناطق. بالنسبة كذلك للأمور العسكرية، هذا الجهاز يعطي خدمة البيانات 444 كيلو في الثانية ما شاء الله. المشترك يقدر يختار عدة أنواع، يختار الستريمينج إذا كان للميديا، وإذا. نعم. كان بالنسبة للديتا يستخدم الستاندرد ديتا
كونكشن. ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله، ونحن ايضا نثني مره ثانيه على مجهوداتكم في تدريب الكوادر الوطنيه وادخالهم الى هذا العالم الكبير من التكنولوجيا. شكرا، الله يسلمك يا رب. شكرا لك. أذن نحن نشكر بدورنا المهندس أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة الثريا للاتصالات، وننتقل معه ومعكم مشاهدين إلى فقرة منوعات أسعد شعب. بالرغم من التطور العمراني والصناعي المذهل التي تشهده دولة الإمارات، إلا أنها لم تغفل ولم تغفل عن قضية الحفاظ على البيئة وحمايتها فيما يحقق لشعب دولة الإمارات بيئة نظيفة خالية من التلوث تعود عليها طبعا بالنفع وتحقق لهم رفاهية العيش. خلونا نتابع هذا التقرير سوية ومن ثم نعود لتكملة ما تبقى من برنامج مساء الإمارات. تقدم دولة الإمارات نموذجا فريدا في الحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تبوأت مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي لما حققته من إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية. حملة نظف الإمارات السنة هذه بكل بعون الجميع وبتوفيق من رب العالمين بتطلق الدورة 13، يعني 13 سنة نحن نحتفل بالحملة الوطنية هذه، وطبعا تاريخها يتصادف مع احتفاليات الدولة بالعيد الوطني، تكون استمرار للاحتفاليات بمشاركة الناس أنها تشمر عن سواعدها وفعلا تدخل في نشاط مجتمعي فاعل للمحافظة على البيئة، ومن خلالها نحن نوصل الرسالة أن التزامنا وتفانينا للمحافظة على دولتنا نظيفة وسالمة. الحملة هذه راح تنطلق من 6 ديسمبر لغاية 12 ديسمبر، وإن شاء الله راح تلف الإمارات كلها بدءاً بإمارة عجمان إن شاء الله. الحملة هذه طبعاً ترسخ مفهوم الحماية للبيئة والموارد الطبيعية في الإمارات. إذا كانت البيئة نظيفة طبعاً هذه تنعكس على السكان والمقيمين. تسعى دولة الإمارات إلى بذل أقصى الجهود والإمكانات من أجل خلق بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث تعود على شعب دولة الإمارات بالنفع والخير وتحقق لهم رفاهية العيش. يوم الإنسان يكون سعيد وراضي والحمد لله كل شيء متوفر له، فيكون عنده رغبة يعطي، فهذا العطاء هو المحافظة على البيئة. فنحن من خلال توفيرنا لمنصة يعني مثل منصة مجتمعية بتلاقي يعني الناس من مختلف الجنسيات ومن مختلف الأعمار، مراكز مجتمعية كلهم ما شاء الله عليهم جايين يوم بكل يعني حب ومرح وسعادة، حابين أن يعطون شيء، حابين يشاركون، حابين يبينون ولائهم، حابين أن يترجمون امتنانهم بطريقة عملية من خلال الحمد لله المنصات هذه. الحياة اللي متوفرة في هذه الدولة، الأمان اللي متوفر، الخدمات المتوفرة، الموارد الطبيعية اللي تم الحفاظ عليها، البيئة اللي ما زالت في معظم المناطق في الدولة كما هي كما بيئة لم يتم التغيير فيها كثيراً، مع طبعا المشاريع التجاريه اللي منتشره في جميع انحاء الدوله، مع ذلك تم الحفاظ على البيئه ومواردها والنظافه في بيئه الامارات. مشاهدينا عدنا إليكم الآن مع أخبار جديدة وافونا بها قسم الأخبار في قناة الظفرة. وأول الأخبار، تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من صاحب السمو الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة رسالة خطية تضمنت شكر وتقدير أمير الكويت على المبادرة الأخوية الكريمة المجسدة لأسمى معاني الود والتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، ومشاركتها دولة الكويت أفرح بمناسبة تكريمها من قبل منظمة الأمم المتحدة بتسميتها مركزا للعمل الإنساني وإطلاقها لقب قائدة العمل الإنساني على أمير دولة الكويت.
تسلم الرسالة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقباله مساء اليوم في قصر البحر مبعوث صاحب السمو أمير الكويت سمو الشيخ ناصر بن محمد الأحمد الصباح. وتمنى أمير الكويت في الرسالة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة. تبادل سموه الشيخ ناصر محمد الصباح الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الشعبين والشقيقين. في الخبر الثاني طبعا أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتكليف السيد سيف سعيد القبيسي للقيام بمهام مدير عام المكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء بالإنابة. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية على أهمية الحفاظ على القلاع والحصون والمعالم التراثية في دولتنا الحبيبة وإعادة ترميمها وصيانتها وفقا للمعايير والمواصفات المعمارية التي تتناسب مع الطراز المعماري القديم. جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل اللجنة التنفيذية لمشروع ترميم القلاع والحصون التاريخية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. واطلع سموه خلال اللقاء على عرض تصويري بشأن ترميم وصيانة وتأهيل القلاع والحصون في المنطقة الغربية في إمارة أبو ظبي وخطة العمل. قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المنطقة الغربية تضم قلاعا وحصونا تعد شواهد تاريخية تدل على عراقة المنطقة الغربية وتحكي قصص الأسر والقبائل التي كانت تعمر هذه الأرض منذ مئات السنين وتوارثها أبناء القبائل حتى أصبحت اليوم ضمن اهتمامات هيئة السياحة والثقافة بأبو ظبي كمواقع تراثية في إطار توجهها في تطوير المرافق السياحية والاعتناء بالتراث وإحيائه في المنطقة الغربية. كانت هذه أخبار الجديدة المستجدة طبعا. أما الآن طبعا نحن بنكون معكم بعد قليل مع أخبار العين الساهرة. في أول أخبارنا لأخبار وزارة الداخلية أكد سعادة المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبو ظبي بالإنابة حرص النيابة العامة على تنسيق جهود كافة الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة التسلل والتهريب لما تشكله من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى آثارها السلبية على جهود التنمية في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار يحتاج إلى تعاون كافة مكونات المجتمع من مؤسسات وأفراد. جاء ذلك خلال لقاء ضم معالي لواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبو ظبي والمستشار علي محمد عبد الله البلوشي صباح اليوم بحضور المستشار عبد العزيز أحمد الملا رئيس نيابة ومدير مكتب النائب العام. بحث الطرفان تعزيز سبل تنسيق الجهود في إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب مستعرضين الجهود التي قاما بها في هذا الإطار. وفي خبر آخر ترأس العقيد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة الاجتماع الأول للمجلس العلمي للعام الأكاديمي 2014-2015 في قاعة كبار الضباط بمبنى كلية الدراسات العليا وذلك بحضور الأستاذ الدكتور علي حمودة عميد الأكاديمية والسادة رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس. وأكد العقيد الدكتور السويدي حرص الإدارة العليا للأكاديمية على النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يتوافق مع التوجهات الحديثة لهيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول ذلك العام وذلك تحت ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. استقبل العميد عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مكتبه سعادة الدكتور أحمد نصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والدكتور زياد كحلوت رئيس المقيمين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. تأتي زيارة الدكتور نصيرات تلبية لدعوة مدير الإدارة العامة للتعرف على نادي المبدعين في الإدارة والاطلاع على إبداعات واختراعات منتسبيه.
رحب العميد الغيثي بالضيف وقدم نبذة عن نادي المبدعين منذ إنشائه وحتى اليوم وعدد أعضائه وإنجازاته من خلال الجوائز التي تم حصدها في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وطلع على بعض الابتكارات المختلفة التي صممها أعضاء النادي سواء كان للعمل الشرطي أو المحافظة على البيئة أو لذوي الإعاقة. وفي خبر آخر، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاقها خدمة جديدة عبر أجهزة الدفع الآلي وأجهزة شاشات اللمس الذكية مدعومة بخدمات التواصل المرئي الحي كمرحلة تجريبية في معرض جايتكس 2014، وذلك بالتعاون مع شركة أفايا العالمية للبرمجيات والاتصالات الذكية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في أبراج الإمارات بحضور العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية والنقيب محمد علي عبيد مدير مركز الاتصالات للحالات غير الطارئة 901 ونضال أبو لطيف رئيس شركة أفايا للأسواق العالمية الناشئة. مشاهدينا، وفي طبعا نهاية الحلقة عندنا جولة سياحية جميلة بناخذكم ونروح نحن معاكم إلى كورنيش القواسم، وهو مزيج يجمع بين جمال الزرع الأخضر وروعة البحر الأزرق. أكيد خلنا نشوف هذا التقرير وهذه الجولة السياحية متابعة شيقة. مشاهدينا، وبالمسك نختتم حلقتنا لهذه الأمسية، بس أذكركم أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. وإلى حلقة يوم الغد الثلاثاء في أمان الرحمن. طبعا لا تنسون أيضا الإنستا خديجة الواتساب على الرقم، خليتك يا عشان لا تقول لي ما خليتي لي شيء. إذن الإنستغرام عفوا الواتساب على رقم 0561538644. مرة ثانية أقول لكم كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة.